السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معي الفيدرا 17، طبعا ما زالت تحت إصدار البيتا، يعني غير رسمية أو ما بعد صارت مستقرة حتى الآن، لكن أنا نزلت على جهاز يعني مو بوهمي، جهاز ثاني راح أختبره وأعطيكم النتيجة بعدين هل هي مستقرة ولا لا. أنا الحين مقلع من الفيرتشوال بوكس من الفلاش ميموري، فخلونا نشوف وش بقى جديد التوزيع. أول شيء طبعا النوم اللي يستخدمونه 3.4. خلينا نشوف الفايرفوكس اصدارته كم. طبعا من الاشياء اللي هم اشتغلوا عليها، طبعا بما اني بفلاش الحين اشتغل ف الفيرتشوال، فشي طبيعي انه ما اشتغل زين، لكن الاشياء اللي اشتغلوا عليها هم انه التوزيع تصير اسرع من قبل. ايضا سمعت انه في تطوير بالدي 2 بروجرامينج. تمام، لا احد يسال انا هذه وش بالضبط، انا ما عندي خلفيه. تمام، ايضا في تطوير من ناحيه حساسيه ال 11 من احساسيه كلمه المرور، تاكد هل كلمه المرور فعلا زينه ولا ما هي بزينه. 11 الفايرفوكس طبعا نازل ستار 12، وكان قبل جاي مع فايرفوكس 7 اللي هي الستار اللي قبل هذه، لكن بعد التحديث ان شاء الله هيشتغل زين. من الاشياء برضو اللي هي لاحظتها انا زين، اللي هي نفس واجهه النوم هذه تشتغل على حاليا على تعريف عاديه يعني. تمام، فما ادري هل هم سووا شيء بالتعريف جديد ولا لا. ايضا لو انت مهتم برنامج الجيمب، تمام، طبعا الجيمب ما يجي معه، لكن برنامج الجيمب افتراضيا لما تنزله راح يكون 2.8 على عكس التوزيعات الباقية اللي الى الحين ما بعد نزلت 2.6. تسمعين ابونتو؟ المهم عندنا بعد طيب بعض البرامج ما في شيء معين انك تتابع اصلا، لكن اغلب برامج الفيدرا الافتراضية موجودة، ما اعتقد شالوا شيء. ايضا اشتغلوا على نظام الملفات، اعتقد انه بيستخدموا نظام الملفات بي تي اف اس اعتقد. نادي كانوا بيستخدمونه قبل لكن ما استخدموه، ولا ادري هل هو حاليا استخدموه ولا لا. انا عن نفسي استخدمت اكس تي 4. برضو بصفحة المكتب طبعا ما في تطويرات جذرية، نفسها انه ما في اي تطويرات، يستخدمون الواجهة الافتراضية ما في اي تعديلات عليها. بالنسبة لطريقة تركيبه، بعد ما انك تنزل او تقلع منها من هنا انستول تو هارد درايف، ما يطيق صبرا. ولازم ننتظر. بالنسبة لي حاليا طبعا حال ما لان حال ما يفتح يعني نزلت اللي طبعا استخدم الجهاز الثاني الحين، بعد الجهاز الثاني اشتغل، لكن ما راح تشوفون شيء هنا اكيد لانه منتظر يفتح الحبيب. تمام، اشوف انها يعني مستقره. تمام، شفت فهمي جاي طلع، اشوف انها مستقره انا نوعا ما، صار لي يمكن ساعتين اشتغل على شغل متواصل الحين. نزلت البرامج اللي احتاجه، فاتح الانترنت، فاتح برنامج المسنجر، ما في اي انهيارات الى الحين. ما طبعا ما بعد سوى ترقي النظام الى الحين، توي منزل التوزيعه. برضو نسيت نقطة مهمة بالتوزيع هذه، انه تستخدم النواة الجديدة 3.3.1، ادري نازلة 3.3.4. تمام، عن نفسي 3.3 برضو كلها عموما كلها ما دخلت راسي او ما توافقت مع جهازي المكتبي. طريقة التركيب خلينا نشوف ما وصلنا. تختار اللغة المفضلة عندك، تختار نكس، راح يطلع لك تحذير انه هذه الاستارة يعني يمكن تكون غير مستقرة الى اخره. راح تنتظر لين يطلع لك الهارد ديسك حقك. الشرح هذا مو هو بالواحد عنده ويندوز، اللي عنده ويندوز راح يختلف الشرح عنه شوي، لكن بحاول نوصل لك فكرته. بس اوكي، طبعا تبي تغير اللي هو الهوست نيم ولا بكيفك، خلوه، عن نفسي ما غيره مو بلازم. حدد المنطقة اللي تبي، طبعا السعودية، الرياض، طيب القصيم، انا بالرياض لكن ما في القصيم. دخل رقم السر اللي حاب تستخدمه للمستخدم، الروت اللي هو مستخدم المدير للكمبيوتر، طبعا لازم ما يقل عن 6 حروف. يمكن ترى لك النافذة هذه اخترت رقم سري ضعيف. اذا حاب تركب النظام على جهاز ما في اي شيء، اوكي اختر الخاصية الاولى، لكن اذا جهازك فيه شيء اختر اخر شيء تحت نيكست. راح الحين يبحث عن الاقراص الموجود بجهازك،
اللي يكره الواجهة الجديدة هذه جنوم 3 او جنوم شل يعطين لايك. طيب بالنسبة لي هذا تقسيم الهارد ديسك عندي، لكن لو كان عندك ويندوز غالبا راح يكون موجود بالمنطقة هذه، لا تجيه تمام، تأكد انه هو ويندوز ولا لا من حجم القرص حقه، اتركه وافتح لك قسم جديد تمام وكمل الخطوات. طبعا الخطوة اللي بعد هذه خلاص ما في شيء، راح تنهي الخطوات هذه بحسب اللي طبعا راح تسوي لك قسم جديد مثلا هنا وتسوي تعديل للقسم، طبعا حاليا هو قسم سواب، ف فورمات از تمام. تسمعون تويتر غرد. تختار اللي هو نظام ملفات اللي تبي، وتختار نقطة التحميل، طبعا اذا كنت بتحمله كنظام تختار الروت وتكمل. بعد ما تكمل راح يبدأ ينزل طبعا كل شيء، يقول اوكي ايه، راح يخلص التحميل يدخلك مرة ثانية وتبدأ بإعدادات الفيدرو العادية، إعدادات المستخدم راح يبدأ يشتغل معك ان شاء الله تعالى. انتهينا، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.